علي. هلا ابو زيد. هلا هلا ابو انور. هلا حبيب، شلونك؟ دائما متالق يا ابو انور حبيب، طول عمرك. والله تبرد الكبد. الكويتيين الحين ما قاموا ياخذون بنادول، قاموا يشوفون برنامج وسع صدرك شويه في الشؤون الخل. هذه خوش دعايه العاده اسبرين، كل اسبرين الحين. لا الاسبرين هذا مال شو اسمه، يبون يسيلون الدم دكاتره الوافدين. ساك الله. شلون صحتك؟ خير الله ان شاء الله. مرتاح؟ شو احوالك؟ من معتزل صار لك مده عن الاعلام والدنيا والناس. لا والله موجود، بس قولتك سوشيال ميديا ما شاء الله. اي شيء زين يعني، اكتفيت فيه. قاعد الجماعه ما شاء الله، الشباب قاعد يشاركون ويساهمون. وتقريبا صار عندنا نواب بدون مجلس. ها ابي اسالك عن هذا الجانب. خلينا نبلش اول شيء. ضيفوك الربع ما قصر الجماعه. خلي اسالك عن السوشيال ميديا اليوم، مو ما يطرح فيه، اكيد هو في نبض الناس وكذا، لكن الاراء اللي تطرح فيه تصلح لان ياخذها مثلا صاحب القرار او المعني في الامر وممكن يطور منها، ولا للحين ما في ايمان من الجهاز الحكومي او البرلمان ان لا ما انا اهم شيء عندي ارتب مع جعفر انه ما يطقني. إيه بس اقتراحاته ما اخذها. كلام سليم. شوف لازم نميز اول شيء. نعم. وسائل يعني لازم ندرك بان عصر الجرائد اللي تكلمت عنه هذا شبه انتهى. نعم. عصر التلفزيونات الحكومية هذا جد، لأنه يمثل وجهة نظر أحادية للسلطة. نعم. بأخطائها بمحاسنها. النقطة المهمة هني أستاذ أنور، أن مفهومنا للسوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي. نعم. إيه المفهوم. أوكي. كالتالي، أنت اليوم إذا تبي تتلقى مادة قانونية يجب أن تتلقاها من رجل قانون. نعم. مادة طبية تتلقاها من شخص طبيب. صحيح. مادة هندسية تتلقاها من مهندس. أما أنك تأخذها من كل من هب ودب، لا. يبقى عندك جانب في بعض النقاد اللي يملكون ثقافة أساسا. نعم. ثقافة قانونية، ثقافة اجتماعية، ثقافة طبية، هذي اللي مع الوقت يعني كلهم القواعد الأساسية في التوجيه والنصح. يكتب رأي هني يكون معتبر. معتبري. هني السلطة أيا كانت، سواء السلطة الرقابية التشريعية مجلس الأمة أو السلطة التنفيذية، أساسا ما تعمل إلا من خلال آراء الناس، نبض الناس. صحيح. ولا تطور من شيء. نعم. حتى القانون لما أتى المشرع وقال أنا أريد أن أشرع قانون، يشرع القانون لخدمة الناس. نعم. ما نعيش فيه الآن اليوم، القانون يشرع لخدمة فئة معينة من المجتمع، وهذه الطامة الكبرى اليوم. حالة التضمر وانور اللي نعيشها في الكويت. نعم. على جميع الأصعدة، سواء شباب، شابات، ناس كبار، ناس مسؤولين، ناس متقاعدين، حالة تضمر ونقد غير طبيعي لإسقاطات وقرارات تقوم فيها السلطة التنفيذية وعلى أثرها السلطة التشريعية كذلك. نعم. بل الأدهى والأمر وانور هني. نعم. يسمعوننا المشاهدين، تورط القضاء وياهم. القضاء، السلطة القضائية تورطت. شلون؟ بدأت تشاركهم الفساد. شلون؟ أنا أقول لك شلون. اليوم القاضي لما يأتي عنده نصوص قانونية. نعم. في نهاية المطاف يقف أمام نص قانوني. نص قانوني. أصل النص القانوني هذا منين؟ من يأتي من السلطتين. إنزين. السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية الرقابية. نعم. إذا كانوا هذيل أصحاب الطبخة مو عارفين بالقانون، إذن يصدر القانون على هذا الشكل. أي. وبالتالي القاضي ما أمامه إلا أنه ويعتبر نوع من أنواع الإملاءات على القضاء. لكن القاضي يحكم. القاضي هنا في مسألة حياة أمامه. نعم. نص قانوني. نعم. عندما تصلح المشرع. إيه؟ فأنت هنا تصلح القضاء. ها، على أثر القوانين. القوانين التي تتماشى مع مصلحة. يعني خلنا نبتدي المواطنين. من حيث ما انتهى حوارك اليوم، أعتقد في مقترح أو إلغاء أو حيبحث في مجلس الأمة في موضوع هذه ولاية المرأة، كان مر عليك اليوم. اليوم اليوم ولاية المرأة. اي ولاية المرأة في اي جانب الصحية. لا عفوا، في موضوع ان اذا واحد شك بهله وذبحها فحيودان، لان اول يقول لك قضايا الشرف وغيره. اليوم حتتغير هذه المادة، المشرعين شغالين عليها، فهل هذه ضرورة ملحة تراها مثلا؟ يعني شوف، ولا الافضل احنا الافضل احنا ان لا بس كمل لك، الافضل ان المشرع يعدل اي اعوجاج بالضبط. لا شوف، الاول احنا يجب ان ندرك اللي قاعد يدور في الساحه. نعم. والملفات اللي قاعد تطرح والخلل اللي قاعد نشوفه على الصعيد تدهور الحاله الاجتماعيه والاقتصاديه للفرد الكويتي. نعم.
في فريق قاعد يشتغل في البلد يطرح قضايا معينة تافهة. تشوفها تافهة. تافهة في الوضع الراهن هي تافهة اليوم. أنت إذا أردت أن تحقق نوع عندك مشكلة أنت لما تكلمني عن قضية. يقول بحكم تاريخي للجنايات في قضايا الشرف قاتل المرأة بالشك يعدم. مجلس الأمة على موعد لمناقشة إلغاء المادة التي يتذرع بها بعض الرجال والمحكمة تنتصر لحقوق النساء وحكمها يصب في خانة حمايتهن من هدر الدماء. هو الجنايات أصدرت اليوم هذا حكم في نهاية المطاف حكم, حكم لا يعمم لا يعمم هذه نقطة. النقطة الثانية قد يصدر حكم آخر يتناقض مع هذا الحكم فبالتالي بس هني رجاء الناس من مجلس الأمة يعني يقول لك مجلس الأمة على موعد لمناقشة إلغاء المادة التي يتذرع بها بعض الرجال. يا أبو أنوار خلنا على حجم الحدث والمعاناة اللي يعيشها الكويتيين الله يرضى عليك. إذا أنت تعتقد من هالجانب هذا أنت تعتقد أنت إذا مجلس أمة ناقص بجامعة واحد لابس بجامعة يغرم أنا تتكلمني عن الموضوع من هالنوع. نرجع تتكلم مرة اليوم نرجع للسكة نفسها. الآن أنت تعتقد أن بعض مثل إثارة مثل هذه القضايا والملفات هي لإلهاء الناس قد تكون مستحقة ولكن مو هذا الوقت المناسب اليوم. خليني أبتدي معاك في آخر لقاء قابلتك فيه كان موضوعنا عن البدون عن البدون. تابعت أكيد مثلنا من 3 شهور تقريبا أو 2.5 شهر مقترح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم واللي أفرد له ندوة كاملة في ديوان الغنام وعلى أثرها لم يحدث شيء. ومن ثم مداخلته الشهيرة اللي كانت في الجلسة اللي فاتت كانت مدتها 40 دقيقة تجاوز فيها اللائحة لكن كونه رئيس ما حد قال له لا واستعرض فيها شيء ما له علاقة في البدون في القانون لكن تحدث عن حالات عن 4000 جيش شعبي عن 70 شهيد عن أورد قضية منظورة في المحكمة الآن تنظر وأشار إلى يعني أبرز أدلة. فكيف ترى اهتمام رئيس مجلس الأمة في قضية البدون من خلال المقترح ماله ومن خلال مداخلته الأخيرة وبعض التناقض الذي وقع فيه مرزوق الغانم كيف تفلسف الأمر هذا في البدون تحديدا؟ رئيس مجلس الأمة الحالي أنا من وجهة نظري كسياسي ورجل قانون لعب أدوار يعني ليس له صلة بها ولا يجب أن يكون بهذا المكان. نعم. والمفترض من رئيس مجلس الأمة الآن يعرف ما هي اختصاصاته وواجباته بدأ يخرج عن الدور الرئيسي اللي رسمته اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. نعم. كون اليوم في قضية البدون قدم القانون، القانون طبعا قدم من خلال الأخوة في جمعية المحامين. نعم. وهو مشروع بقانون وهي فكرة في البداية. نعم. ولكن هل نحن ليس لدينا قانون يعالج هذه القضايا قضايا منح والاستحقاق؟ بلى موجود عندنا قانون فبالتالي ما في داعي لهذا القانون بالأساس. كان يجب عليه من جهاز وزارة الداخلية بالأحرى إدارة الجنسية والجوازات. نعم. هي المختصة في هذا الجانب ونحن يعني بالعربي الفصيح هو تفريق شلون فرقوا يحاولوا يفرقون النيابة بهيئة الفساد. نعم. وسلب اختصاص النيابة يحاولون يفرقون بعض الأجهزة اللي فيها قوانين صارمة نعم. حكومية بهيئات وهذا اللي قاعد يصير الآن بالضبط اللي قاعد يقوم فيه بالضبط الدور يقوم فيه. خلنا نأخذهم واحدة واحدة أبو زيد ما يخالف. مقترح مرزوق الأول اللي كان في ديوان الغنام واللي أفرد له يعني مساحة كبيرة والناس تابعته بشغف وحتى البدون الإخوان يعني بعضهم حضر ويبي يشوف المقترح كيف شاهدته مقترح هذه إن الـ A و B و C وهذا نعطيه هذا ما نعطيه؟ شوف المعايير للمنح هي معايير يفهمها يعني أي إنسان وطني. نعم. نعم. ومعروفة ولكن اللي تبين لنا أن هذا القانون يخدم فئة معينة. نعم. وإن كان ظاهرة يخدم فيها قامت بأعمال جليلة وكذا ولكن في نهاية المطاف لا يوجد آلية حقيقية لإنصاف المستحق. ماذا عن مداخلته الأخيرة وكأنه يشير ما أقول لي ولك لكن وكأنه هو يصدر نظريته للرأي الآخر اللي يدعم قضية البدون فيقول يا أخي أنت تدافع عن البدون حنوصل يوم من الأيام نبي أحد يدافع عن الكويتي. لا 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 لأن لو جنس هذا الرقم ولو كذا هو ما اتهمنا لكن هو أعطى 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 في ملعبنا. لا 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 شوف أنا أقولها بكل صراحة أكيد وبكل جراءة ولا عندي ولا يلومني فيها من لام. نعم. رئيس مجلس الأمة رجل ساهم في تفتيت الوحدة الوطنية. شلون رئيس مجلس الأمة هذا اتهام اليوم مو اتهام أنا أقول لك أنا أقول لك أعمال أنا أشرح لك أعمال وأوصف لك أعمال معينة. نعم. اليوم لما يتهم 400,000 كويتي مزور نعم. ويتباكى بقانون هش لإنقاذ إخواننا البدون اللي هو الجهاز يعني. الجهاز فإحنا نتكلم عن أمر كبير. ثاني أنت اليوم
قاعد ذاك اليوم في الجلسة يتكلم عن موضوع أنه بينشئ هيئة خاصة، جهاز خاص، جهاز خاص يتكلم عن المزورين. نعم. سيدي الفاضل، في قضاء، في جهات مختصة، عندما يوجد شخص مزور أو يشتبه فيحال للجهات المختصة. نعم. أنت اليوم شرعنت أشياء كرئيس مجلس أمة ما لها وجود، مثل مثل الجهاز اللي راح يقول فيه أي شخص، والقانون اللي قدمه كذلك. نعم. هو يقول ويفعل، حتى نكون واضحين، يقول ويفعل لأنه ماسك المفاصل. احنا كويتيين ونعرف نسولف، ونقول وين هذا، وين راح، وين جاي. تعيينات اللي قام فيها معروفة وين صارت. نعم. واللي ساهم فيها وصل إلى التوزير أن يؤثر في وصل وزارة. إنه ينزل من الكرسي الرئاسة ويقف أمام الناس ويتكلم وكأن عضو من فريق السلطة التنفيذية. نعم. ويحذر الرئيس، ويحذر الرئيس بالجسر. وهذا دوره، مو دوره هذا. طيب خلنا نفصل بين مرزوق الغانم والقضية نفسها، قضية البدون. هذا تسويف للقضية؟ هذا تأخيرها؟ هذا مدارات على جهاز صالح الفضالة وما يرتكبه من فضائع في حقهم؟ يعني ممكن نقولها كذي؟ هذه واحد، هذه نقطة من النقاط قد تكون بهذه الصورة، ولكن أنت اليوم تحتاج إلى كل 10 أيام ملف يطرح على الساحة. بدون وغيره. بدون وغيره. قد تكون قضية إخواننا البدون الكويتيين يجب أن تكون مستمرة لأنها فيها معاناة من جميع الجوانب الاقتصادية الاجتماعية، وظاهرة ينظر لها المواطن الكويتي ويعيشها المواطن الأخوان الكويتي الكويتي البدون أمام عيوننا، فبالتالي هذه ديمومة قائمة في هذه القضية. طيب اليوم ثقافة الإلهاء هذه في تصدير ملفات وقضايا وهمية أو قضايا ليست ذات ثقل، لماذا يستقبلها المواطن؟ للحين غبي؟ سوري الكلمة يعني، أو مواعي؟ المواطن باعتقادي بأنه ينطر ساعة الصفر. المواطن حمل، يعني حتى أكون واضح وصريح، يعني تسمع السلطة قبل تسمع اللي يغال بالخفا، نقول إحنا أعلن قدامكم. نعم. ولا عندنا مشكلة. نعم. لأن نعتقد بأن وطنيين وناصحين، قلنا مرة مرتين وثلاث في الخفا، بس شكل الرسالة ما توصل. نعم. لا مرة ولا تأتي إلى قضية الغروض، تأتي إلى قضية التأمينات، هذه قضايا رئيسية، قضايا رئيسية، قضية إسكانية مثلا، إسكانية، هذه قضايا رئيسية. وهذه تدري وين الغرابة فيها تكمن؟ تكمن أن مرزوق الغانم أول ما صار رئيس، تذكر لما نزل لافنيو وقال أعطوني أولوياتكم يا أهل الكويت، أعطوه 21 أولوية هو رتبها. اليوم هذه الأولويات كلها برا. سيدي الفاضل، لا تثق في تاجر يحكم، وبمعنى آخر يعني يحكم أي يصدر قرار أو تشريع. ليش؟ لصالحه يعني حتما، هذه ميول. هل كثر يعني عندنا نص يعني هل يعني سوري خليني أكون مو كل التجارة، لا لا خليني أكون ضمير الغائب مع مرزوق الغانم، مع أن عندي موقف مسبقا. لكن معقول مرزوق بهالسوء؟ مرزوق الغانم والله شوف مرزوق إذا كان بهالسوء مثلا، إيه؟ الرجل واثق الخطى من 2006 لليوم، كل اللي يبي صار. قال من أمرك، قال من نهاني. ليش؟ منو نهى غيره؟ كان أقول منو نهى غيره؟ أنا أقول لك لما يكون عندك مجلس بهذه الصورة، خلنا انت شوي نرتب الامور، يعني كانك تقول مو من طيب مرزوق. طبعا طبعا، من تردي المجلس. طبعا طبعا. نعم. طبعا لما يكون عندك مجلس بهذه الصوره وهذه الهشاشه الضئيله وعدم استطاعته تحقيق الحد الادنى من واجباته الدستوريه، فمن الطبيعي يتسيد مرزوق غانم. إيه، وهذا الشيء يعني ما ترك حتى على الصعيد المحلي، لا بل خرج إلى الصعيد الدولي. جايك على الدولي بنروح الملف الثاني، لكن خلينا نتكلم. وكأنك تجسد مقولة أحمد السعدون لما قالوا له ليش قاطعت يا أبو عبد العزيز في المرة الأولى، قلنا كله واحد، الثانية قال الوضع السيء اتركه للسيئين. ممكن اليوم السلطة التشريعية نحطها بمرمى مثلا ما أفضل السيئين؟ لا اشوف لا نخلط كأداء، كأداء مو اشخاص. انا جزء ما نعانيه اليوم العم احمد السعد، حتى تكون بالصوره. صحيح صحيح، انا معك يعني مساهمته انا ذاك، وترك الساحه بهذه الصوره، وتفشي الرشوه العلنيه لوصول اعضاء من هالنمونه، نعم، هي اللي وضعتنا في هذا المنحدر الخطير على جميع الاصعده. طيب بدون استثناء. انزين، فبالتالي فرصة حصلت لرئيس مجلس الأمة وباعتقادي لن تتكرر، اللي هي وفقا للمعطيات الرئاسة مرة أخرى. نعم. لن تتكرر. حق أحمد السعدون؟ لا لا، أحمد السعدون رجل لمرزوق غصبي، لمرزوق، لأن لن تتكرر لأسباب عدة. قراءتك أن في المستقبل لن يكون رئيس؟ استطاع مرزوق الغانم أن يكسب أعداء من جميع الطوائف ومن جميع الطبقات، والسبب قراراته اللي اتخذت في عدة قضايا خصوصا القضايا الشعبوية. نعم. يعني كان يتصدر المشهد في قضايا دولية،
زين احنا دام قاعدين نسولف كذي بصراحه وبصوت عالي، خليني اطرح السؤال هذا التقليدي عليك مثل ما اطرحه على كثيرين لما يقولون فلان ما يصلح فلان مو زين، من هو البديل؟ من هو بديل مرزوق الغانم؟ اشر لي على واحد يكون بكفاءته يقعد 6 الصبح وينام 9 بالليل. يقولون له روح يمين يروح يمين، روح يسار يروح يسار. هذا سهمك ياخذه، هذا مو سهمك يوخر عنه. البدلاء شوف انت اطرح لي بديل. حطني بنفس النمونه. نفس النموذج اقصد. النموذج البدلاء اذا نفس النمونه. لا هايبر ولا غدا الشر. يعني لما جاء احمد السعدون سيطر على الكرسي من 85 ل 96 ما كان في بديل فعلي. يعني حتى مبارك دويله كانت يعني سمجه، نكته سمجه ان مبارك دويله بيصير رئيس مجلس امه، ما يصير. ما يصير. لان حزبي رئيس مجلس امه لازم يكون توافقي. نعم. لما جاء جاسم الخرافي كان النموذج، حاول اول محاوله فرق صوت، ثاني محاوله راح. فاليوم منو بديل مرزوق؟ الناس تقول، انا اقول لك صالح الملة، لا لا والله يمكن العدساني، لا يمكن محمد الصقر، بس ما احد بالساحه يضاهي وجود مرزوق الغانم اليوم. في شخصيات الان هي موجوده ولكن غايبه، ولا راح نسميها انا ما راح نسميها، ما راح اسميها لاسباب تعتقد انها تصلح لراس مجلسه. في شخصيات موجوده ولكن هذا يعتمد على ماذا؟ على مخرجات الانتخابات. إذا كانت مخرجات انتخابات قوية راح تجد أشخاص موجودين على الساحة يستطيعون أن يسدون هذا الفراغ. وهذا سؤال التالي أبو زيد لك، يعني أنت أول ما قعدت قلت الناس تتذمر. نعم. والكل يؤمن بالتغيير وتعبانين، تراهن عليهم أنه ممكن يغيرون في 2020؟ نعم. انتخابات متى تدري متى؟ انتخابات موعدها 11 نوفمبر. بس أنا أعتقد أنها قبل قرقيعان، ممكن قبله ممكن بعده بعد. يمكن قبل يعني ما نروح العشر الاواخر. انا لن انا لا انزين تعتقد تراهن على خيارات الشعب مثل ما سووا بجلب الشباب؟ شوف باعتقادي اذا اشتغلوا الشباب اللي الان قاعد نشوفهم على الساحه في رفع الوعي في الفتره الزمنيه مال الانتخابات وتحديد وتوجيه الشارع، نعم التوجيه الصحيح، فاحنا راح ننجح نجاح قد يكون جزئي، يعني نقول لك 60%، ولكن تغيير كلي من الصعب. 60 جيد، 50 جيد. 50 جيد. اتكلم عن 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 ما 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 اصطلحنا على تسميتها بالمعارضه واهل الحراك. تعتقد ان اعادوا تنظيم صفوفهم بعد ما فقدوا ما فقدوه على الارض؟ شوف الحراك اعتقد دوره مو كحراك، كعوده اليوم للحياه النيابيه. نعم بعتقد ان عوده قويه بتنظيم خصوصا بعد ما تبينت الصوره للشارع بكل وضوح بان هؤلاء الناس يعني اخطاوا فعلا ولكن اصابوا كثير، وانما يمارس عليهم الان الله يرحم الحجاج عند ولده. اي الله يرحمه. اين احسن. يعني رغم فداحه اخطائهم بالماضي. نعم. ولكن واللي كان لك وجهه نظر فيها. نعم. لكن تراها اليوم. نعم. وين رحمه. نعم. امام ما يحدث اليوم عند سراق المال العام. اليوم احنا وصلنا الامر مو سهل للياس. لا ما نيأس احنا، ياس ما نيأس صدقني. وراهم مراهم. هذا شعار مرزوق ترى. اياك ولا ياس. لا اللي عنده هو عاد كيف هذا شغله هذا. بس انا بالنسبه لنا نقول لك ان التوجه الان اللي قاعد يصير توجه الشارع الكويتي خلاص. اليوم لما عندك وزراء اثنين داخليه يحالون بقضايا. نعم. يعني الم. هذا ما تعتقد ان هذا شيء هذا يعني نوع من تطهير للحياه السياسيه؟ لا التطهير شوف يعني اليوم عندك تنظر المحكمه اليوم في علي العبيدي، المحكمه تحول لها للسهلاوي، رايح لها فلان. بس كنا نتمنى ان الحالات هذه تمت من خلال طبيعه اعمالهم اللي اشتكى منها الشارع، بينما وليس ما تكون تصفيه حسابات. تصفيه سياسيه. نعم. هي تصفيه سياسيه. نعم. في نهايه المطاف احنا نتمنى ان يكون عندنا حولني على شيء انا على في حق المواطن. ايه اي نعم. فانت لا تروح لان فلان بينه وبين فلان عداء يقدم اوراق معينه. نعم. ويحال الى النيابه وتقول لي انا في بلد العداله. ابو زيد من الاسماء الحاليه في مجلس الامه ومجلس الوزراء يعني تعتقد بصوابهم وصلاحهم ولكن لا فرصه لديهم للعمل، اذكر لي احد في مجلس الامه تعول عليه، يعني الناس قالت عن بدر الملة انه يوم نزل بدر، بس بدر ما قدر، تيار. شوف اجذب التيار. من الظلم يعني انك تحكم على بدر الملا في المرحله هذه. نعم. هذه وحده. بس انجرف ما يقدر. انجرف. للاسف الشديد حتى الاصلاحيين اللي نعتقد فيهم اصلاح. نعم. تجدهم في بعض المواقف يذهبون الى تيار العنصريه والشلاليه.
فما في احد صراحه يعني بالوزاره خاصه التشكيل الاخير في احد لفت انتباهك انه جاي يعمل؟ ما عندك وزارات من 4 سنوات لا تسولف عن اي وزير، تكلم عن وكلاء. وكلاء نعم، ذولا تسكين بس فقط، تسكين اللي قاعد نشوفه، لان نعم. ما في تغيير. انت لما تغير تحط وزير يعني خلال 6 شهور سنه لازم تشوف على ارض الواقع تحديث في وزارته، تلقى نفس النمط اللي يديره الوكيل قائم. والقرار الحقيقي للوكيل نعم، ليس للوزير. فلذلك انت اليوم احنا عندنا شبه شلل تام نعم في السلطه التنفيذيه. اما السلطه القضائيه والرقابيه فعليها السلام، يعني لا تعول عليها كثير يا ابو نور. مبدأ فصل السلطات هي بالنهايه ايش تسوي؟ يعني فيها محاكم موجوده كمحكمه دستوريه لا اثارت بل اوقعت مثل ما شرحتك القضاء في ورطه كبيره. جميل، خليني اروح لجزئيه خارج الكويت. يستغربون الناس يعني وانت احدهم تستغرب من دور مرزوق خارج الكويت، بينما الرجل يبرر هذا كله بان هناك انسجام مع القياده السياسيه واتفاق مع وزاره الخارجيه ورضا تام. هذا واحد. اثنين، لما ناتي للتاريخ نجد احمد السعدون كان يقاتل عن حق الكويت لغاية 96 في موضوع البند السابع والأمم المتحدة، وكان يلتحم مع الجهاز العراقي أو الجانب العراقي. كذلك حضر أكثر من جاسم الخرافي، ما حب هالسالفة فأوكلها إلى رئيس لجنة الخارجية، وبعدين البرلمان العربي رشح علي الدغباسي، وبعدين محمد الصقر صار رئيس. مرزوق يريد أن يهيمن على الواجهة، شاب ويبي يشتغل ويبي يسوي مجد. وين اعتراضك حتى في موضوع الاتفاقية الحدودية مع المملكة العربية السعودية؟ الرجل كان شفاف على المنصة، تكلم بأسماء وبتواريخ وبتوصية وبمباركة القيادة السياسية. خلينا نتكلم عن أنا أعرف أن الدستور يقول أن هذا شأن الأمير الخارجي، شأن الأمير مو شأن المجلس أصلا، لكن فقه الواقع فارض حالة أخرى في الكويت. وين المشكلة؟ شوف أنت اليوم يعني خلنا يكون عندنا شوي. انا مزعجني اني قاعد امثل دور مرزوق. لا ما ودك قاعد مكانك وتقعد ما راح تطول. طول عمرك. الحين احنا اللي قام فيه رئيس مجلس الامه خصوصا في الاعمال الخارجيه نعم، وبالاحرى تبي نتكلم عن اخر موضوع اللي هو رمي اللي هو مال القدس مثلا. مال القدس على سبيل المثال، وقبله كان في مال القدس. حتى تصريح اللي امس ما كان انا اشوفه ما كان متزن. اي بس هو تصريح احنا كاساسه نعم، يعني نفهم شويه نعم. يعني نقول ان هنالك دوله عظمى الان مهيمنه على المنطقه واحنا نرتبط فيها، امريكا ارتباط كلي نعم، ولا نقدر نقول لا. الصين مرتبط، يسمع اللي يسمع ويرضى اللي ما يرضى. امريكا ما نقدر نقول لا حق منه، امريكا بس نبدي راينا أكيد، نبدي وجهة نظرنا نعم. بس هل هي مؤثرة ولا لا؟ تبقى تختلف مني أنا غير منك أنت أكثر تأثير. لما يأتي رئيس مجلس يعني هو هم قراءتهم سبحان الاتفاقية السعودية وقراءتهم الاتفاقية ترامب هم بعد ترى كانت سريعة نعم، خذوا قرار فيها سريع صحيح. فهو مش أحرص من الفلسطيني، وأحد خطاب بل تصرف قد يوقعنا في حرج؟ في حرج نعم، مع الولايات المتحدة. وبنفس الوقت هنالك اتفاقيات وفي عمل قاعد يدار في الخفاء، والجميع يعلم بأن هنالك اتفاق راح يكون مع تطبيع مع إسرائيل رغم أنه ضد احنا مردود عليه. إيه؟ هذه النقطة مردود عليه. تدري شنو مردود عليها؟ هذا رأي الشعب، احنا في الكونغرس كثير يهاجموننا. لا من يقول لك رأي الشعب؟ لا 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 رأي من يمثل الشعب. لا احنا من يمثل الشعب، من يمثل الشعب. احنا انا لازلت اقول لك هو التمثيل الموجود الان هو تمثيل مشوب ومعيب. اي يعني احنا نتكلم عن القاعده ان هذا المجلس لا يمثل الناس. طبعا لا يمثل الناس، فبالنهايه رايه مو راي الناس، مو راي الناس. فبالتالي انه يظهر. بس اقصد للقياده السياسيه او للكويت وزاره الخارجيه لو تبي تتعذر يبقى هذا برلمان يقول لي ايش اسوي فيه. لا تتعذر القياده. شوف منصب رئيس مجلس الامه الرجل الثاني في الدولة نعم. بالتالي لما تتكلم عن وزارة خارجية في بعض الأخطاء يعني ما دائم تعالج بنفس اللحظة نعم. السلطة أو الحكمة أن تصورها أن أعمال صحيحة. أنت تخاف أن نقع في حرج مع حلفائنا وعلى رأسهم أمريكا. ثاني أنت تتكلم، خلي الفلسطيني يتكلم بلسانه، قوم بدور. يعني أنت إذا متابع سياسة يا مرزوق يا أبو علي، خطة السلام اللي وضعها الملك عبد الله نعم. لو قاريها لما رميت
هذا رغم اعتراضاتنا على جزئيات كبيره في صفقات القرن هذه نعم. الموجوده. السؤال انه يعني هم اول ما قعدت سولفتها والناس تسولفها وانا انقلها لك، انه هناك استحقاقات داخل الكويت. فلسطين قضيه محوريه، قضايانا كلها محوريه، العربيه الاسلاميه مبدئيه، لكن داخل الكويت شنو يقدر يسوي مرزوق الغانم اللي ما قدر يسويه ناصر المحمد وجابر المبارك وشكله صباح الخالد ما قادر يسوي؟ شنو يقدر يسوي لك يعني؟ انا اقول لك وفقا للمعطيات والباور اللي الحين يعني قاعد يتمتع فيه رئيس مخول، مو باور، مو باور صدق، انا اعتبره باور يعني فقد قاعده شعبيه كبيره، خصوصا لما ابعد شوي بالكثير عن القضايا المهمه المحليه، وهي مهمه جدا بالنسبه لي انا. عدد لي لها مثل شنو؟ يعني قلت لي الغروض، على سبيل الغروض هذه من القضايا المهمه جدا نتم معالجتها، معالجتها. ولكن حتى خلينا نوضح للناس، يعني جزء كبير من الناس يعني ما عنده المعلومه بان الغروض ليست مشكله المواطنين، هي مشكله قانون ومشكله بنك مركزي نعم وتجاوزات. فبالتالي هي خلل اصطنعته الحكومه، محافظ البنك المركزي انا ذاك بخطا اخطاء وليس خطا نعم، وهذه اخطاء موجوده وقدمناها في عده قضايا للقضاء نعم. فبالتالي هذه يجب ان تكون من اولويات مجلس النواب والحكومه اللي طبعا سوفوا فيها وقالوا النون وما يعلمون فيها صحيح إيه، ولعبوا على اوتار واذوا الشعب الكويتي من حرماله نعم. ناتي لقضيه التامينات. اي تامينات يا اخي، اللي سرق سرق وراح الحين ما تدري يرجع ولا ما يرجع صحيح. واللي قاعد يدار الان تأمينات، اليوم ياتي المواطن يحمل استبدال يا اخي إيه؟ انا قاعد اودع لك صار لي 30 سنه إيه؟ اسوي لك دبلزه ايداع صحيح عمي، انتبه لي شوي لو سمعت، لا تقول لي اقتصادي واكتواري وهذا لعب، تجي تستبدل هذا لعب ضحك على الحياه. انت قاعد تمول المؤسسه، مؤسسه التامينات الاجتماعيه قائمه على المتقاعدين نعم. يعني لو يجي واحد الحين شويه فطن وعنده باور ويفتح له مؤسسه ثانيه خاصه يسحب البساط، يسحب البساط من وراه، راح يقدم خدمات حقيقيه افضل منه حقيقيه نعم. فلذلك انت قاعد تعطيه قروض، قروض وليس استبدال نعم. هم طبعا النصوص القانونيه قانون 76 للتامينات ماده 77، ماده 77 مكرر المواد اللي تليها تقول لك يستبدل، يستبدل اذا يستبدل بالقيمه نفسها، لكن هو يحط له قرض ويحط فائده، يحط له قانون رغم ان التامينات لا تخضع لرقابه البنك المركزي. يعني بالعربي الفصيح سرقه مغننه هذا بقول هذه قضيه مهمه تشوفها طبعا مهمه جدا، تمس شريحه المتقاعدين، موت على المتقاعدين، تمس نعم. تمس صميم الروح الاقتصاديه للاسره الكويتيه نعم. هي وانت ومجلس وزراءك ومجلس امه قاعد حق شنو الا لخدمه هذه الاسر؟ هو الان يبحث عن، ما بيخرع الناس، هو يبحث الان عن 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 اعاده هيكله الرواتب والضرائب القادمه، قد لا تكون للمواطنين العاديين، بس قاعد يبحث في هذا الجانب. ويعني ركبوا على العجز الاخير الوهمي هذا الفيلم الهندي، فهو قاعد يروح باتجاه مغاير اتجاهك. يعني البرلمان قاعد بداية حديثنا إيه؟ انت تحتاج الى رجل وطني، قد يكون تاجر بس عندما يتصل بالقرار السياسي يعتزل التجارة. لا يجوز هذا نور، يعني شوف التاريخ كله. تدري 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 واقول لك اياها وانا واثق منها، تدري كتلة العمل الوطني ليش شنت حرب اصلا من اول يوم تعين فيه الشيخ احمد الفهد وزير تنمية واسكان؟ لانه قال كلمة بعد ما اقسم، قال انه انا حعمل كل جهدي للحفاظ على الطبقه الوسطى. تبي الشيخ احمد غايب الله يعني من هنا. اذا لو قلنا ان هناك من يسعى الى مثلا يبي المواطن وين يوصل يعني؟ الشيخ احمد في وين؟ لا مو احمد، لا بتكلم الشيخ، لا لا الجهه المقابله، لا لا مو احمد، انت حطيت الاسم بيك اتكلم بيك لاحمد، الجهه المقابله هذه تبي تودي المواطن وين؟ مهامها يعني؟ لا مهامها طيب، لا 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 هذه جهة إقطاعية بس ما حد يذعن لها بالنهاية. هذه جهة لا عندها القرار آه. القرار عندك أنت، لا طالما القرار بيدك فأنت تستطيع أن توجه رؤوس الأموال هذه نعم. اليوم بنور أنت لما تكون مرتاح ببيتك
ودخلك منطقي وامورك كلها زينه يعني، ولا تراجع باليوم اربع مرات خمسه دوائر حكوميه، يبدا الفكر مالك يتجلى، تبدا تبحث الكماليات. هذا المطلوب اليوم، تصير واعي، انت تفطر بدائره، المفروض انه يحوسك. طب يحوسك. خلنا اسالك عن الاعلام الكويتي اين دوره؟ يقولون انه يعني ما عاد عندنا اعلام كويتي ينقد، ولا عندنا اعلاميين كويتيين قاعد يجابون المشكله على الارض، الناس لجأت للسوشيال ميديا وصاروا عبيد للاسف لبعض المواقع اللي تقص عليهم. يعني اليوم صار واحد حساب وهمي يحكم، وحساب وهمي هناك يحكم، والاعلام الكويتي غايب. كيف تقيم الاعلام الكويتي في الجانب السياسي المحلي؟ يعني لو اخذناها ماكو احد بالساحه وايد، ما في يمكن انا علي حسين قاعد نشتغل، ووليد الجاسم يشتغل 10 الى 10، لكن في قضايا محدوده، الراي، العداله، الشاهد، سكوب قاعد تشتغل، اختنا فجر السعيد على قد ما تقدر يعني. فكيف تقيم الاعلام الكويتي؟ الاعلام اكثر من نوع، السياسي المحلي، السياسي المحلي، السياسي المحلي بالنسبه لنا ايش كثر عندك، ايش كثر تدفع. يعني هي مساله مرتبطه، وان عداء الاعلام صعب، انت عارف مرات تقول كلمه اكيد يصير انت عاد لا في تبني القضيه، وين الاعلام عن تبني القضايا؟ يتبنون اراء ناس في السلطه، يعني مسح جوخ من الطراز الاول. يعني اعلامنا في السبعينيات والثمانينيات اعلام عربي كويتي حر عالمي، اليوم لا، ترى مو اي. فلذلك تشوف الناس اليوم، اول العراق اللي صار ست سبع سنوات اللي طابت العراق على المؤسسات الاعلاميه، صحيح، عرفت، واندفعت اموال وصارت قضايا حتى يسيطرون. اليوم الاعلام يوجه اصحاب القرار، يضغط على اصحاب القرار، ولا يحسن من وضع الساسه اللي ينعكس على المواطن الكويتي. فمرتبط ارتباط كلي باصحاب القرار، يكون اليوم مع الفئه هذه، بكره مع الفئه هذه. نجي للسوشيال ميديا. السوشيال ميديا وتاثير الناس، تعلق الناس فيه، لانه انت قلت فقد خلنا نسولف بعد نعطيهم اريحيه. لانه فقد انا اثق بواحد، حساب اسمه زجران، تثق فيه؟ طبعا مرات اثق فيه. لا ليش؟ خلي يقول لك، خلي احكيهم هذول كله، لانه يقول شيء اليوم يصير بكره. احنا اي زجران فيهم؟ اي زجران فيهم؟ سناب، يعتمد عادني ولا تويتر؟ على الفطنه مال المتلقي، على الفطنه المتلقي. انت اليوم قاعد تشوف شيء قدام عينك، قد تكون هذه هذه هذا هذا اعلام توجيهي. لا يكون، قد يكون طبعا، قد يكون موجود اعلام توجيهي، وموضوع اللي جس النبض في قضايا معينه ممكن. اي فبالتالي انت ما تاخذ الاعلام بشموليته. هذه نقطه، النقطه المهمه، هل الحكومه، هل اصحاب القرار لديهم توجه في السنوات القادمه باصلاح العال كامل؟ هذا سؤالي الاخير لك، باقي لي ثلاث دقائق بالضبط. انت مع، يعني ما انا ما احب اسميها مصالحه، لان المصالحه تصير بين الريال ومرته، ما احب اسميها مصالحه، اسميها توافق وطني. انت مع ان يكون هناك توافق وطني في قادم الايام، تتداعى له كل الجهات المختلفه، الجهات وردوني بقولنا من جديد، يعني على الاقل يعني انا كذي اشوفها. هم لما يختلفون نفتك، لما يردون يلتمون نستانس، بس بعدين يردون يختلفون، هذه طبيعه الحياه. لكن انت مع ان يكون هناك توافق وطني في قادم الايام في موضوع اللي موجودين في الاحكام، ويدعوهم سمو الامير للعفو، وخلصنا ودشوا منهم ثلاثه اربعه، بعض القضايا العالقه، المقاطعه الجزئيه، مع ان يصير في الكويت توافق وطني ونفتك؟ ما في شك. لا يعني احنا في بوادر، احنا 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 بحاجه يا استاذ نور، في بوادر ونور، احنا بحاجه اليوم الى ان تطوى هذه الملفات، وابناء الكويت وان كانوا يعني هنالك خطا حصل، فالخطا اللي قاعد يحدث اليوم في حق الكويت وحق المجتمع الكويتي اكبر من الخطا اللي حدث. فبالتالي على الحكومه اليوم ان تكون هنالك رؤيه، وجمع شتات هؤلاء الرجال اللي والله يعني ما نرى فيهم الا كل خير، واعادتهم الى ارض الوطن. بغض النظر وان اخطا، وان اخطا، اخطاء ناس كثيرين هنا تلعن منهم، اصابت الكويتيين في مقتل يا ابو انور. اليوم لنا رجاء من الله سبحانه وتعالى. نعم. وامنا ان شاء الله كبير فيه. انا وصلت للنهايه، بمنك الكلمه الاخيره بعد ما تشكرني. طول عمرك. شكرا ابو انور. الله يحفظك.
اللي تحب تقوله في طلتك في نص دقيقه. الله يسلمك. وعلى قولة اللبناني تفشي الخلق. زين اهم شيء. هذه اهم شيء. اهم شيء. ثانيا نتمنى لسمو الامير الصحه والعافيه. امين يا رب. امين. ويطول عمره ويحفظه ويلتفت للشعب شويه ويركز علينا شويه، لان عنده مجموعه الله يكفينا شرها. ما هم قصر. طول عمره. ما هم قصر ان شاء الله. كل الشكر اللي مفرح عواض الشلاحي الطيار السابق في القوات الجوية الكويتية ومستشار وقاضي في القضاء العسكري الأسبق على قبول الدعوة وتشريفنا في تلفزيون الشاهد وموافقة الظهور مع المذيع جعفر محمد. كانت هذه حلقتنا. عزيز يا أبو. ألتقي معكم الأحد إن شاء الله. الله يحفظك. تغلي ثامر العنزي وظيفة لهذه. الله يحفظك. على ضيفك الكريم وحياكم الله.